الحلقة 50 في تفسير جزء عامة تفسير سورة التكاثر. ما الهدف من سورة التكاثر؟ إيجاد السبب النهائي الثاني لإصلاح القلب، هو تفريغ القلوب من العزم على المعصية وحب الدنيا. طيب، ما الموضوعات التي توضحها سورة التكاثر؟ موضوعين: جريمة وكيفية النجاة منها. إيه هي الجريمة؟ ألهاكم التكاثر، هي دي الجريمة. ألهاكم، شغل قلوبكم. طب شغلكم، شغل الجوارح، بس في فرق بين الله والشغل. الله وشغل القلب. ألهاكم التكاثر يعني قضاء العمر لتكون الأكثر. عايش طول عمرك عشان يبقى عندك فلوس أكتر، مشروعات أكتر، عربيات أكتر، أكل أكتر في الأموال والأولاد. طب إيه الجريمة في كده؟ أما يشغلك التكاثر ده مش جريمة، لكن يلهوك التكاثر ده جريمة. فشغل قلوبكم، شغل قلوبكم حب الدنيا ونعمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، فأفنيتم عمركم فيه تاركين سبب سعادتكم ونجاتكم. فالإنسان مفروض حتى هو بيشتغل في الدنيا قلبه معلق بالله تعالى، يسبح ويكبر. أما الذي انشغل قلبه بالعمل حتى يوم الأجازة بتاعته ماسك ورقة وقلم وماسك التليفون، بيعرف أسرار الشغل، لأن الشغل دوت هو الذي شغله. طيب، متى يفوق الإنسان ويصحو من التكاثر؟ حتى زرتم المقابر، لحد ما يخش المقبرة يعلم أنه كان مخطئا في كل ما فعل في حياته، وأن كل اللي جمعه راح للورثة وهو رايح لوحده. طب ليه استخدم القرآن لفظ زرتم مع أنهم مقيمين لحد يوم القيامة؟ لأن الزائر لابد من انصرافه عما زاره. والدليل أن الأعرابي لما سمعها قال: بعث ورب الكعبة. وعن ميمون: كنت جالسا عند عمر بن عزيز فقرأ ألهاكم التكاثر فلبث هنيها فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد أن يرجع إلى منزله، اللي هو الآخرة. كلا، رضع عن الاشتغال، يعني إياكم أن تشتغل قلوبكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله، سوف تعلمون. كلا يعني ما تعملوش كده، ولو عملتم سوف تعلمون، سوف تعلمون عقوبة ذلك في القبر والدنيا. ثم كلا سوف تعلمون، ثم يعني بعد فترة وانت في القبر سوف تعلم عقوبة ذلك في الآخرة. قال الحسن: وعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، ده الرضع الثالث، يبقى التهديد بعذاب الدنيا والقبر، تهديد بعذاب الآخرة للناس المشغولة تنشغل قلوبهم بالدنيا. ثالث الرضع الثالث: كلا لو تعلمون علم اليقين ما بين أيديكم من الجزاء. الجواب الشرط إيه بقى؟ لما تكاثرتم ولا تحصرتم على كل لحظة انشغلت قلوبكم فيها بغير الله. وحذف جواب لو للتهويل. الرضع الرابع: لترون الجحيم. قسم، يقسم ربنا بأن من عاش مشغولا قلبه بالدنيا فقط لا بالله، أنه لابد أن يشاهد النار بعينه، وبعد ما يشوفها ثم لترونها عين اليقين، هيخشها ويراها يقينا بنفسه. وبعد ما يخشها الرضع السادس بقى: ثم ليسألنكم الله يوم ترون النار وتعذبون فيها عن النعيم الذي أنعم الله عليكم كالأمن والصحة والسمع والبصر والعافية، من أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به، أين شكر الله له؟ قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالتخفف من الدنيا، فقال: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وعلى الأحنف: رأى رجل في يده رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال: للرجل لي.
قال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. طيب المستوى الثاني بقى، الصورة دي نزلت فين؟ نزلت في مكة بعد صورة الكوثر، ترتيبها 102، عدد آياتها 8، عدد كلماتها 28، عدد حروفها 120 حرف. طيب كيف وجهنا النبي لعدم التكاثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد. وعن أبي هريرة قال رسول الله: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. طيب لماذا يسأل عن النعيم عن ابن عباس: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ صحة الأبدان والسمع والبصر والفؤاد، كل ده بيتسأل عنه. طب ليه بيسأل عنه؟ لأن دي نعم جعلها الله تعالى اختبارا للعبيد، لإيه؟ ليروا ماذا فعل فيه، ماذا فعلوا فيها. ما الدليل على كيفية السؤال عن النعيم؟ ما يتمتع به أهل القصور